جميعنا في سباق من أجل البقاء بشكل وبصحة جيدين، والآن وأكثر من قبل نبحث عن طرق للعناية بأجسامنا بشكل أفضل. هل يمكن أن يكون الحل بتغيير موعد تناول طعامنا؟ تزداد شعبية الصيام المتقطع، وإلى جانب فقدان الوزن ثمة ادعاءات بأنه يمكن أن يحسن صحتكم، لكن هل هذا صحيح؟ يمكن للمرء أن يجادل بأن الصيام ليس هو ما يسبب الفوائد. لنعرف ذلك، سأقوم بإخضاع مجموعة من الأستراليين لتجربة الصيام لمعرفة تأثيرها على أجسادهم. نحن نخزن في الكبد لمساعدتنا في التغلب على الصيام. هل أستعيد ذلك؟ شكراً. لا حساب للسعرات الحرارية، لا أدوية، مجرد طعام مغذ ضمن وقت أقل. ما شعورك بصيام يومين في الأسبوع يا كيفن؟ يومين؟ سنراقبهم طوال الوقت ونكتشف خيره وشره. أصبت بصداع رهيب، وخلال 6 أسابيع فقط سنكتشف بعض النتائج المفاجئة. يا إلهي، هذه هي كميات الدهون التي خسرتيها يا رين. انضموا إلي فيما نكشف النقاب عن حقيقة الصيام. سأذهب للقاء واحدة من العديد من الأستراليين الذين يريدون تجربة الصيام المتقطع. تعيش رينوكا شمال غرب سيدني مع زوجها صلاح وأربعة أطفال صغار. أنت توقع الطعام في كل مكان. مرحباً يا رفاق. مرحباً يا جو، كيف حالك؟ تبدو كأنها نزهة صحية جداً. هل تريدون أن تثيروا إعجابي وأنتم تعرفون بأنني قادمة؟ هذه ماما، أعرف، هذه أمك. مع وجود أسرة كبيرة لإطعامها، تعمل جاهدة لاتخاذ خيارات صحية، ولكن الأمر ليس بهذه البساطة. حدثيني عن وجباتك المعتادة، فقد كنت نباتية معظم حياتك. نعم، أنا نباتية، نتناول الكثير من الأرز كل ليلة، والكاري الذي قد تشعرين أنه صحي عندما تفعلين ذلك كل يوم. لا أعرف ما إذا كان ذلك أمراً جيداً. رينوكا مصممة على السيطرة على تغذيتها، لأنه على الرغم من أنها تبدو صحية من الخارج، إلا أن لديها سبباً وجيهاً للقلق بشأن ما يحدث بالفعل في الداخل. ما هي بالتحديد النتائج الصحية التي تتطلعين إليها؟ أعتقد أن سبب قيامي بهذا هو والداي، لأنهما أصيبا بداء السكري. والدي يعتمد على الإنسولين، والدتي تتناول حبوب تخفيض نسبة الكوليسترول، وتعرضت لسكتة قلبية في أوائل الخمسينيات من عمرها، وذلك ما يخيفني حقاً. لا تسقط في الماء! أريد أن أكون موجودة من أجل أولادي، وإدراكي أن والدتي أصيبت بسكتة قلبية يشعرني بأن ذلك ربما يحدث لي وأنا لا أريد. تحتاج رينوكا إلى طريقة طعام صحية تتناسب مع نمط حياتها المزدحم وأن تلتزم بها. هل تكمن الإجابة في أحدث تقليعات الحمية؟ الصيام أو فكرة البقاء لوقت طويل بلا طعام أو بتناول كمية قليلة جداً ليست بفكرة جديدة. نحن نفعل ذلك منذ آلاف السنين. منذ بدء الحضارات القديمة، آمن البشر أن إعطاء فرصة لجهازنا الهضمي قد يكون جيداً لصحتنا. ما يشد اهتمام الناس الآن هو حمية 5-2، وكذلك صيام الوقت المحدد مثل 16-8. لا تعد هذه الطرق بفقدان الوزن فقط، ولكن أيضاً احتمال تجنب أمراض القلب. أظهرت دراسات أولية نتائج مثيرة للاهتمام. يبدو أن التحول من حالة الشبع إلى حالة الصيام يقوم بأكثر من مجرد حرق السعرات الحرارية، فخلال وقت قصير لا يتجاوز 4 أسابيع يمكن أن يسبب وظائف خليوية متعددة،
كتحسين عملية الأيض وتقليل معدل سكر الدم وتقليص الالتهابات وتخفيف المشكلات الصحية من أعراض المفاصل إلى الربو، وربما حتى تخفيف تطور الشيخوخة. وفي الحقيقة تشير الدراسة إلى أن صيام الحيوانات يزيد مدة حياتها. علي أن أقول وبصفتي عالمة تغذية بأنني متشككة قليلاً، فلا تزال النتائج أولية على هذا البحث، ومعظمها لم يجرى على البشر بل على الحيوانات. إذن كيف يؤثر الصيام على الناس خارج المختبر؟ أهو المعجزة الطبية التي كنا ننتظرها؟ لقد صممت تجربة لمعرفة ذلك. تطوع 5 أستراليين كي يكونوا فئران تجاربي، وعلى الرغم من تحمسهم للتجربة فقد كانوا قلقين أيضاً حيال ما قد تخبئه تلك الأسابيع الستة لهم. في الحقيقة أتطلع إلى أن يقدم لي أحدهم خطة ويخبرني عما علي أن أفعل، أنا أتطلع إلى ذلك. أولاً الزوجان سام وكيفن. بالنسبة إلي البقاء طويلاً بلا طعام شيء صعب، لأنني دائماً أكل من هنا وهناك. ثم هناك عاملة الورديات جولي. أعتقد أن التركيز لن يكون على الطعام لأن هناك قواعد، متى تستطيعون ولا تستطيعون أن تأكلوا؟ رينوكا. أنا متحمسة للبدء. ومحاسبة شركات تدعى فينيسا. أنا مهتمة جداً بما وراء ذلك من دراسات، وإن كنت أستطيع الالتزام به. سأعد لهم خطط صيام لستة أسابيع، ولكن عليهم أولاً الخضوع لسلسلة من الفحوص الأولية. هدفي هو أن أجعلك تتناولين طعاماً صحياً حقاً. بالطبع. كي تكون لدي فكرة عن حالتهم الصحية وأن أتابع أي تغيير يمكن للصيام المتقطع أن يحدثه. ازحف على ظهرك إلى أن تحس بيدي على رأسك، حسناً؟ يقوم مسح ديكسا بتحليل مكونات دهونهم ويحدد مستوى الدهون الحشوية الضارة حول أعضائهم الحيوية. خذ شهيقاً، انظر إلى المرآة والسقف. واستبيانات تساعد في معرفة ما يحبونه من طعام. الفطائر المحلى أحبها. أنا أتناول الكثير من الحلوى، أنت تشترينها لي كي أكلها. وكذلك مزاجهم وعادات أكلهم. أتناول الطعام حالما أستيقظ إلى أن أنام. لا أتناول الكثير، ولكنني أتناول كميات قليلة طوال اليوم، وكل ما أتناوله ضار. أحسب عمود الفقري. أثبت. وعلى الفور لاحظت أن البعض منهم لديهم مشاكل صحية يجب الاهتمام بها. سام وكيفن لديهما مستويات دهون ضارة حول أعضاء جسميهما. أنت عند 191 وأريد خفضه إلى حوالي 100. في عالم مثالي يجب تخفيض ذلك إلى ما دون 100. عجباً. هذا ما نريد رؤيته يتحسن في الأسابيع المقبلة. وأظهرت الإشارات ارتفاعاً في سكر الدم ومقاومة الإنسولين. إن مستوى مقاومة الإنسولين لديك في حالة الصيام كانت مرتفعة جداً حتى 19. إن لم تفعل شيئاً بخصوص ذلك، فسيجعلك ذلك تخاطرين بأن تصابي بداء السكري من النوع الثاني في المستقبل. ما نريد فعله هو جعل جسمك يستجيب بشكل أفضل، لذا فهذه هي الأرقام التي نريد أن نصل إليها في النهاية. هل سيساعدك الصيام في جعل استجابة جسمك أفضل للإنسولين؟ لديك أي أسئلة بخصوص ذلك؟ لا، فلنجعل الكرة تتدحرج ونبدأ بإجراء بعض التعديلات. إنها مواجهة، ولكنها أجل. فعلاً مواجهة. يواجه باقي المتطوعين تحدياتهم الصحية الخاصة بهم، لذا فلكي تكون لدينا نظرة أعمق عما سيفيد الصيام في عمل أجسامهم من الداخل، قمت بجمع العقول التي أثق بها. إنهم عقولي. مرحباً. يا إلهي. كيف حالك؟ شكراً جزيلاً ري لتقديم النصائح إلي حول كيف يحسن الصيام صحة المشتركين. جميع الفحوص موجودة هنا. اختصاصية أمراض نظام الحياة سام هوكينغ. أعتقد أن لدينا أسطورة أنك تستطيع تناول ما تشاء. للأسف لا.
الاختصاصي الرائد في الصيام لويجي فونتانا وخبير صحة أعضاء الجسم الداخلية ري بوياباتي. اعتقدت أنه من المهم جداً في العموم أنه أيما كان الشخص الذي يتبع مثل هذا النوع من الحميات الغذائية عليه أن يقوم بها بإشراف شخص مختص. أعتقد أنه من المهم جداً وجود خبير تغذية يراقب ما يجري. إن كنت مصاباً بداء السكري من النوع الثاني تتناول الأدوية التي يمكن أن تخفض السكر في الدم، فليس من السليم اتباع هذا النوع من الحميات. أولاً عليهم أن يتعرفوا إلى المتطوعين لدي. دعوني أعرفكم على فينيسا، إنها تعمل في شركة أم لأربعة أولاد وهي مشغولة جداً. إنها إيطالية. زوجها إيطالي، لذا فهم يتناولون الكثير من الأطعمة الإيطالية. تحتاج أم الأطفال الأربعة المشغولة إلى بعض السكر كي تستمر في يومها. هل ستحضر الأولاد؟ أجل، لأن لدي اجتماع. لديك اجتماع بعد الظهر، ولكن ذلك بدأ يؤثر على مستويات الطاقة لديها. تشعر بكل الذنب وتريد أن تكون موجوداً هناك أكثر ما يمكن من أجل الأولاد، لذلك تضغط كل شيء وهذا سيؤثر على صحتك. بالتوفيق. أنا في موقف أريد فيه التغيير بالتأكيد، ثقتي بنفسي قليلة، الوزن الزائد يجعلك تعباً وبلا طاقة، ليس الوزن فقط، إنما عدم تناول الطعام بالطريقة الصحيحة. في المكتبة، سأفعل ذلك من أجلهم، الأسباب هي أنني أريد أن أكون نشيطة وأكون قادرة على القيام بأشياء أكثر معهم. يقول الناس لي عادة وزنك ليس زائداً كثيراً، ولكن 27 كيلوغراماً زائدة هذا كثير. إنها تستهلك الكثير من الحلويات، أعتقد أنها ترفع من طاقتها، ولكنها كذلك لتعزيز حالتها العاطفية. ما رأيكم بالأيض لديها؟ لديها معدل 8 في مقاومة الإنسولين، وهذا حد طبيعي عال، كذلك دهونها الثلاثية مرتفعة، وهذا مؤشر على وجود زيادة في الدهون الحشوية، كذلك دهون على الكبد. أجل، ضمن هذا التمثيل الغذائي أوافقك. يشعر لويجي بالقلق حيال كمية الدهون في دم فينيسا، دهونها الثلاثية. عندما لا يعود النسيج الدهني قادراً على استيعاب المزيد من السعرات لأنه وصل إلى حد الإشباع، لذا فعلى السعرات الحرارية الزائدة التي تتناولينها مثل الكربوهيدرات أن تذهب إلى مكان آخر، لذا فهي تذهب إلى الكبد وتبدأ الكبد بإنتاج الدهون الثلاثية، وتلك تسمى بالدهون المنبوذة، وهي سامة للكبد والقلب وخلايا بيتا. وتلك هي الخلايا في البنكرياس التي تفرز الإنسولين. أجل، وهنا تصابين بداء السكري. يمكن أن تؤدي زيادة الدهون الثلاثية في الدم إلى حدوث الجلطات وأمراض القلب. الخبر الجيد هو أن فريق الخبراء لدي يعتقد أن الصيام ربما يساعد. سيكون التدخل الغذائي العامل الرئيسي هنا. إن قللت فرص تناولك للطعام فستقلل فرصة تناول الوجبات الخفيفة، وعندما تتحكم بمستوى السكر في الدم فستخفض نسبة الدهون الثلاثية كذلك. يذهب إلى عمله وغالباً ما يتناول فطيرة لحم أو لفافة بيض ولحم خلال اليوم، وهناك بعض العناصر التي تجعل سام تعتقد أن الصيام ربما يساعد التمثيل الغذائي لدى المتطوعين الآخرين. لديها مستويات سكر سيئة بعد الصيام، وهذا يجعلها عرضة للإصابة بداء السكري من النوع الثاني. تشير نتائجنا إلى أن معدلات الإنسولين العالية تسبب الشيخوخة والسرطان. العلم توصل إلى نتائج قوية هنا، لذا فالصيام مع وجود نظام غذائي صحي لتخفيض مستوى الإنسولين سيؤدي إلى تقليل تراكمات الإصابات الجزيئية ويبطئ الشيخوخة ويخفف من إمكانية الإصابة بالسرطان. إن لم نفعل شيئاً فعلى الأرجح سيصابان بداء السكري خلال 10 سنوات. أجل، ولكن الجيد أنهما يستطيعان دعم بعضهما في هذا التغيير. أجل. ظهر ادعاء أن للصيام ربما تأثيراً إيجابياً على ميكروبات الأمعاء لدينا. أظهرت تحليلات البكتيريا المعوية أن نظامها الغذائي الحالي يؤثر سلباً على الميكروبات. وزنها أقل من الآخرين، ودهونها الحشوية أقل من الآخرين. أنا متفاجئة بالتأكيد من نتيجة ميكروباتها بالنظر إلى كونها نباتية، ولكن تنوعها هو الأقل بين المتطوعين. أعتقد أن أهمية النظام في علم الميكروبات ليس متعلقاً فقط بكونك نباتية أو لا،
بل هي متعلقة بالتنوع في الأطعمة التي تتناولينها، والتي بدورها تنعكس على مدى تنوع الميكروبات. نحن نقول لهم بأن يتناولوا 30 نوعاً على الأقل من الأطعمة النباتية خلال الأسبوع. إن كان بقية المتطوعين لدينا يرغبون بالتحفيز، فعليهم أن يتطلعوا إلى جولي وحسب. أحس أن جولي على الطريق الصحيح مسبقاً، وهي فعلاً تجري بعض التغييرات الجيدة بما يتعلق بتحسين صحتها. منذ حوالي 12 عاماً كنت أزن حوالي 100 كيلوغرامين، واستطعت تخفيف وزني إلى 67. ولكن وزن جولي بدأ يرتفع ببطء الآن، وهي تريد أن تسيطر عليه. من المهم لي أن أتناول الطعام الصحي وأن أكون إلى جانب أولادي، وأريهم كيف يتناولون الطعام الصحي أيضاً. تقوم بعمل جيد على الرغم من أن نسبة الدهون في جسدها هي 44%. نسبة الجلوكوز لديها رائع، ومع إنسولين منخفض وكوليسترول منخفض، هل فقدت من وزنها؟ لقد خسرت بالفعل مقداراً جيداً من الوزن. كم كيلوغراماً؟ أعتقد أنها خسرت حوالي 20 كيلوغراماً. هذا يفسر الأمر. ذاك هو السبب. هذا يفسر نتائج خسارة 20 كيلوغراماً. نعرف أن خسارة 5-10% من الوزن لها تأثير مهم على التمثيل الغذائي. الكبد، السكر، الجهاز الدوراني. وكلما خسرت أكثر فذلك أفضل. بالطبع نحن نعلم أن نسبة الأشخاص الذين يخسرون الكثير من الوزن سيستعيدونه، لذا نحاول أن نساعدها في الحفاظ على جسدها بتمثيله الغذائي الصحي. بالتأكيد. هل يستطيع الصيام مساعدة جولي في المحافظة على وزنها؟ ويعكس نسبة خطورة الإصابة بداء السكري لسام وكيفن، ويكبح طوق فينيستا لتناول السكريات؟ ويؤدي إلى التنوع في بكتيريا الأمعاء لدى رينوكا؟ وبالنسبة لسام وكيف، فهذا يعني خطتين مختلفتين متناسبتين مع ما يتطلبه عملهما. أحدهما سينفذ الخطة المعروفة بالصيام يومين في الأسبوع، والآخر صيام 16 ساعة في اليوم. وبالنسبة لك يا سام، فأنا أفكر بخطة صيام 16 ساعة. حسناً. إن جعلنا نافذة تناول الطعام لديك من الساعة 12 حتى 8، هل ستتأقلمين صباحاً؟ أستطيع المحاولة. ربما لا يكون الأمر جيداً مع زبائني الذين يأتون باكراً. لا أريد أن أكون مسؤولة عن الزبائن العابسين في ذلك الصباح. مرحباً. لكيفن سأقوم بتكتيك آخر. أفضل فرصة لديه في النجاح هي خطة يستطيع الالتزام بها في يومه الذي يبدأ قبل الفجر وحتى العشاء المتأخر مع عائلته. ما شعورك بصيام يومين في الأسبوع؟ يومين؟ سيكون لدينا نظامان مختلفان. هذا واضح، لا بأس بذلك بالنسبة لي. سيتناول كيفن 2500 كيلو جول، ما يعادل 600 سعرة حرارية يومي الثلاثاء والخميس. إنه أقل من ربع ما يتناوله بشكل اعتيادي. عليك ألا تتناولها. حسناً، ما هو عدد المشروبات التي تستطيعين تناولها في تلك الأيام؟ تعلمين، الشاي والقهوة. أريد منك أن تتناول الكثير من الماء كي تبقي على رطوبتك وتمرير السوائل منك. الشاي والقهوة، طالما تشرب القهوة السوداء، وأنا أعرف أنك تمزجها بالقليل من الحليب المقشود، وليس لدي مانع بذلك، تستطيع شربها قدر ما تشاء، وتلك المشروبات تستطيع مساعدتك في تجاوز ذلك اليوم. ستصوم سام من الساعة 8 مساء حتى الساعة 12 ظهرا في اليوم التالي. تبدو جيدة. أخرجت معظم البذور كي أبقيك سعيدة. زوجة سعيدة، حياة سعيدة. هذا صحيح. اخترت الفترة الزمنية التي ستكون فيها نائمة لمعظم الوقت، وست عشرة ساعة بلا طعام لن تكون صعبة جداً. ولكن الصيام ليس مجرد البقاء بلا طعام، بل كذلك انتقاء الأطعمة المغذية عندما تتاح لكم فرصة الأكل. الفليفلة والبازلاء والريحان، الفواكه والخضروات، البروتينات والدهون الصحية والحبوب الكاملة، البطاطس المقلية التي أصنعها، المشوية بالفرن. إنها ليست مقلية أو مشوية بالفرن، لنعدها بشكل صحيح. إنها تقدم طاقة كبيرة تساعدها في تجاوز فترة الصيام، وتقدم لها أفضل فرصة في النجاح. أرخص من الطلاق.
أو سيارة رياضية أو عملية شفط الدهون، شيء من أجل العائلة. صباح الخير، كيف حالك؟ تفضلي. أنا بخير شكراً. سينفذ المتطوعون الآخرون خطة صيام اليومين أو 16 ساعة. صيام 16 ساعة، كل ذلك بغية إعادة صحتهم إلى مسارها الصحيح. إذن هذه هي الأشياء التي تقضمينها خلال اليوم. أرى ألواح الشوكولا يا فينيسا. نعم للأسف، هذا هو صندوقي في حجرتي المؤن. كما قلت لك، أنا مدمنة على السكريات وكذلك المقرمشات. إنه الصندوق الأخير، أعرف أن السكر هو ما ترغبين به، وكذلك ذكرت لي المقرمشات. أريد أن أنوه إلى أن أطعمة كهذه أطعمة لذيذة ولا تبدو أنها سيئة، ولكنها نشويات مكررة. إنها جلوكوز صرف. النشاء عبارة عن سلسلة طويلة من الجلوكوز، وعندما تكون بهذا الشكل من دون وجود ألياف، عادة عندما تتناولين الحبوب الكاملة فعلى جسدك أن يفصل الألياف. عليه أن يستخلص الكربوهيدرات من جدران النبات ويدفع بها إلى مجرى الدم. عادة هذه العملية بطيئة. في الواقع، لنقم بتجربة جيدة. تناولي قضمة صغيرة من بسكويت الأرز أو أصابع الخبز ولا تمضغيها. سترين أنها ستبدأ بذوبان في فمك. أما خبز الحبوب الكاملة المخمر فسيبقى في فمك 3 ساعات. وعندما تصل النشويات المكررة إلى أمعائك الدقيقة، سيتم امتصاصها بسرعة كبيرة، وسوف ترفع مستوى السكر في دمك بسرعة كبيرة. هذا كثيراً عليهم، ولكنني متحمسة لأرى ما سيفعلون. إنه اليوم الأول لي، وسأتناول 500 سعرة حرارية فقط. سأحاول تناول أكبر كمية من الطعام بأقل السعرات الممكنة. إنها تمطر. مضت حوالي 15 ساعة منذ بدء صيامي، وقد نزلت إلى الطابق الأرضي وأولادي يعدون إفطارهم، وهذا يغريني كي آكل معهم، لكن علي الانتظار. لدي 5 دقائق كي أتناول هذا الطعام بسرعة، لأننا سنتناول عشاءً متأخراً. ماذا سنأكل؟ لحم البقر. قمت بكي ملابسي هذا الأسبوع بأكمله. قمت بكي 30 قميصاً وأربعة أطقم مدرسية. وأعتقد أني سأخلد إلى النوم الآن، لأنني لا أستطيع التوقف عن التفكير بالطعام، ولا أريد إفساد الأمر في يومه الأول. اليوم قمت بإعدادي. كانت الأيام الأولى من الصيام تحدياً صعباً بالنسبة للجميع، لكن لم يتصل بي أحد طالباً المساعدة باستثناء فينيسا. كان يوم الأحد صعباً علي، لم آكل بشكل جيد، لم أستعد نفسياً كما يجب للنجاح كما أعتقد، وأصبت بالذعر والقلق، وأكلت وأكلت وملأت معدتي بالسكر والحلوى. قبل الصيام ستكون ليلة صعبة. فقدت فينيسا السيطرة على نظامها الغذائي، وكذلك أصيبت بالغثيان والصداع. أحس بالقليل من التعب في هذه الليلة، طاقتي قليلة. توقفت عن تناول كل شيء، لم أتناول السكريات ولا الطعام المصنع، البروتين والخضار فقط. ولكن الصداع كان سيئاً طوال اليوم وليلة الاثنين ويوم الثلاثاء، حتى إني تقيأت في ليلة الثلاثاء. كانت حالتي سيئة، لم أتحمل، كان علي أن أستلقي، كأنه ألم الشقيقة، لم أستطع التحمل. من خلال إصغائي إلى ما تقولينه، فأنت انتقلت من 16 ساعة أو أكثر تتناولين الطعام خلالها إلى 16 ساعة من الصيام. لقد قلبت نظامك الغذائي. هذا ما فكرت كنت فيه. كنت تصومين 8 ساعات. كنت أصوم 8 ساعات، إنه تغيير كبير. لقد أصبح الأمر مختلفاً على جسدك وأصيب بالهلع. لم يتأقلم. تظهر الدراسات لنا أن استهلاك السكريات بشكل كبير له القدرة على التأثير بشدة على سلامتنا العقلية. كانت جنازة والدي في يوم الاثنين، كان يوماً عصيباً حقاً. وهذا ما جعلني قلقة، لأن فينيسا كانت تعاني من أخبار محزنة جداً. توفي والدها مؤخراً. أحضرت جولي وسام إلى مخابر التشريح هنا في جامعة سيدني. جيد أنك وضعت حذائك، كانت لمسة نهائية جميلة.
كي أجعلهما تفهمان بشكل أعمق كيف تخزن أجسامنا الطاقة. والنظارات أيضاً. وكل ذلك يبدأ بكيفية تطورنا عندما كان الطعام قليلاً. من أجل النجاة من الفترات المتباعدة بين تناول الوجبات، طورنا بطاريتنا الخاصة والتي تشحن نفسها بنفسها، الكبد. إنها أضخم أحشائنا الداخلية، تزن عادة حوالي كيلوغرام ونصف. ما أريد التركيز عليه اليوم هو مخزون الطاقة في أجسامهم، حيث تلعب الكبد دوراً أساسياً جداً في ذلك. عندما تتناولون الكربوهيدرات على وجه الخصوص، الخبز والباستا والأرز، هذا النوع من النشويات أو السكريات تقومون بتحليلها إلى سكر الجلوكوز، ثم تقوم الكبد بتخزين هذا الجلوكوز على شكل جلايكوجين، والذي يعتبر نوعاً من النشاء، ونقوم بتخزينه في الكبد من أجل التغلب على صعوبة الصيام. هل تريدين أن أخذ ذلك؟ يتم تحويل الجلايكوجين إلى سكر الجلوكوز عندما نحتاج إليه، ولكنه مصدر محدود، وهذه مشكلة كبيرة لأحد أهم أعضاء الجسم. من يخبرني أي أعضاء الجسم يستهلك غالبية الجلوكوز؟ الدماغ. أصبت يا جولي، إذن فالدماغ عضو شره للجلوكوز. هل تريدين حمله؟ إنه لشعور غريب أن تحملي دماغ شخص آخر. يا إلهي. إذن فذلك الدماغ يستهلك في المتوسط حوالي 120 جراماً من السكر كل يوم، وهذا 20% من الطاقة الكلية التي يحتاجها الجسم كل يوم. ولكن عمل الدماغ مهم جداً، بحيث إنه في أيام المجاعة عندما يستهلك الجلوكوز، تستطيع الكبد صنع مصدر طاقة بديل من الدهون. حالما يقل مخزون الجلايكوجين، ما يحدث هو أن الدسم يتحول إلى ما تسمى بالكيتونات، وأحياناً تدعى بالأجسام الكيتونية. إنها أشبه بطريقة للحالات الطارئة للتعامل مع قلة الجلوكوز. يستطيع الدماغ التحول لاستخدام هذه الكيتونات، وهذا أمر غريب جداً، أن نسمح للجسم بحرق الدهون كمصدر أساسي للطاقة. الشيء الأهم الذي أريدكما أن تخرجا به هذا اليوم هو أن تعرفا أننا نمتلك هذه المصادر. لدينا مخزون من الجلايكوجين، ولدينا مصدر غير محدود من دهون الجسم، وهذا ما نحاول القيام به في نهاية المطاف مع أساليب الصيام، وهو أن نضع أنفسنا في حالة صيام كي نستطيع استخدام مصادر الطاقة هذه. أحس بأنني أعرف اليوم أكثر عن طريقة عمل جسمي. يبدو أنني أستطيع الاستمرار لخمسة أسابيع من دون طعام، بحيث لا أتذمر أكثر من الآن. هذا ما استشفيته من اليوم، وكذلك التمرن بشكل أكبر. ممارسة التمارين الرياضية أمر مهم جداً، لأنها ستحرق السعرات الحرارية بشكل أسرع قليلاً. مرحباً، أنا هنا مع هاري. إنه يوم ما قبل عيد الفصح، أحضرني إلى متجر سكاكر. لا، جئت بنفسك يا أمي. ولكننا لن نشتري شيئاً. مرت أسابيع ثلاثة، وبعد القليل من الاضطرابات الداخلية، يبدو أن نمط حياة أبطالي يتجه في المسار الصحيح حقاً. أنا ذاهبة للسير مع مراهقة. إنهم يتجنبون الإغراءات. رأس أرنب الفصح ناقص لدي، ويتأقلمون مع تأثير الصيام عليهم جسدياً. فلنرى. تناولت القليل من القطع، وهذا تصرف سيء، لذا سأعطي ما تبقى للفتيات. البعض يقوم بأفضل من غيره، ويرى بعض النتائج الأولية المثيرة. وكيف تشعر؟ أنا بخير. وزن كيف نفسه صباح اليوم؟ أنا مستاءة قليلاً. سأتناول اليوم بعض الحلوى وعاء أساي، فيما سيتناول أولادي مثلجات بنكهة المانجو. يا إلهي، لا أستطيع أن آكل تلك المثلجات. سواء أكانت مع أولادها أو مع أي شخص آخر، تحاول رينوكا الانتباه إلى طعامها. هذا هو غدائي، فطائر الذرة مع الليفت. ولكنني أريد منها تناول أنواع أكثر من الطعام في نظامها الغذائي، كي نرى إذا ما كانت ستساعد في زيادة بكتيريا الأمعاء عندها. لذا فسأزورها. لدي تحليلات عينات البراز، هل تريدين رؤية نتائج ميكروبات الأمعاء لديك؟ أجل من فضلك، طريقتك في قولها أجل. ألا ترغبين بمعرفة ماذا تفعل بكتيريا الأمعاء السعيدة في داخلك؟
والشيء الرئيسي المثير للاهتمام أن ميكروبات الأمعاء لديك مختلفة، وأعتقد أن السبب في ذلك يعود إلى كونك هندية، وفي غضون 3 سنوات ستكون ميكروباتك قد تطورت تماماً، لذا فليس من المفاجئ أن تكون لديك أصناف مختلفة هناك. المفاجئ قليلاً بالنسبة إلي هو أن تنوع الأصناف لديك قليل جداً، فالأصناف المتنوعة من الميكروبات ترتبط بنتائج صحية جيدة كالغابة المطيرة. كي تكون جيدة عليها ضم الكثير من الحشرات والأشجار والنباتات المتنوعة. كيف تحسنين ذلك؟ بتناول أطعمة مختلفة من النباتات. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى تحسناً في معدلات التنوع عن طريق زيادة التنوع في الطعام الذي تتناولينه، ثم نريد معرفة إذا كان الصيام سيحسن ذلك، لأنه عندما تصومين تستخدم ميكروبات مختلفة أنواعاً مختلفة من الوقود مثل الميوسن أو بروتينات أخرى موجودة في الأمعاء، وتسمح لها بأن تنمو وتنتشر. المزيد من التنوع. تنوع أكثر، التنوع هو المفتاح هنا. تشجع زيادة كمية الألياف وأنواعها البكتيريا النافعة التي تسكن مسبقاً أمعاء رينوكا، وربما يساعد الصيام في ذلك أيضاً. أريد التحدث إلى سام لأنني قلقة قليلاً حيال طريقة تأقلمها. سنراجع ما حدث قبل بدء فترة صيامك. كنت تتحدثين عن الذعر الذي ينتابك وماذا عليك أن تأكلي؟ أعتقد أن شخصيتي هكذا. يخبرني أحدهم أن علي ألا أشرب الماء، فأرغب بالمزيد منه، وكأنه نوع من الذعر. أجل، لماذا يحدث ذلك برأيك؟ لا أعلم، لم أكن أعرف أنني هكذا إلى أن بدأت البرنامج الغذائي، ثم أدركت هذا الشيء. ما زلنا لا نفرق بين الجوع الحقيقي ورغبتنا في تناول الطعام، إذن فهي الرغبة في رأسك أو شهيتك للطعام، أما الجوع الحقيقي فهو عندما تصدر معدتك أصواتاً وتنتابك تلك الحالة الجسدية. عند 11:55 دقيقة. أجل، أكون حينها جائعة. بصراحة ستكونين جائعة في حينها، لقد صمت 16 ساعة، والطعام ممتع أكثر عندما تكونين جائعة حقاً. أجل، لاحظت ذلك. بالتأكيد أعرف إحساس الجوع عندما أريد أن آكل، وأعرف بأنني جائعة عندما أحتاج حقاً إلى تناول الطعام، والإحساسان مختلفان، وهذا لم أختبره من قبل. كان وقتاً عصيباً على سام، لقد خسرت كيلوغراماً واحداً فقط، وبدأت تتساءل إن كان تأثير الصيام على مزاجها يستحق هذا الجهد. لقد فعلت الكثير، على كل حال سنرى. ربما سأستيقظ وأصبح نحيلة، لا أعرف، ربما اعتقدت أن الأمر سيكون أسرع بكثير. على الرغم من التحديات التي يواجهها المتطوعون لدي، يبدو أن هناك دليلاً على أن للصيام تأثيراً إيجابياً على عاملة ورديات مثل جولي. استيقظت هذا الصباح في 3:00. يا إلهي، ربما سأبقى مستيقظة 17 أو 18 ساعة اليوم. أشعر بالجوع دائماً عند 4:00 صباحاً. تضعها ساعات عملها في خطر صحي أكبر مقارنة ببقية الناس. التعب جزء من الأحاسيس. شعور أن جسدك ليس متوافقاً مع الشمس. ما فطورك؟ العصيدة. لن تصومي اليوم؟ لا، ليس اليوم. المشكلة هي أن جولي تأكل في الوقت الذي على جسدها أن ينام. يمكن للورديات أن تكون غير متوقعة. لدينا جدول متغير خلال الأسبوع، فربما تكون ورديتي في الصباح الباكر عند 1:00 أو 2:00، وبعد أسبوعين تصبح في 4:00 أو 5:00 مساءً. يتوقف توقيت جهاز جولي الهضمي ليلاً، ويتوقع جسدها أن تنخفض به معدلات الجلوكوز والإنسولين، ولكن إذا تناولت الطعام فهي تصارع تمثيلها الغذائي وترفع معدلات الإنسولين لديها. أعتقد أن قلة النوم تؤثر على خياراتك في تناول الطعام. عندما أكون متعبة، فأنا أبحث دائماً عن مصادر الطاقة السريعة.
يمكن لهذا الحمل الزائد أن يسبب ضرراً لشرايين الدم ويرفع ضغط الدم وخطورة الإصابة بأمراض القلب والسمنة وحتى السرطان. ولكن دراسة حديثة أظهرت أن الصيام المتقطع ربما يلعب دوراً حساساً في تصحيح هذا الخلل. تصوم جولي الآن يومين في الأسبوع، وأتأمل أن يضعها ذلك في مسار آخر، مسار يتزامن أكثر مع ساعتها الداخلية ويحسن نومها ويرفع طاقتها عندما تكون مستيقظة. عندما يتعلق الأمر بصحتنا، فهناك أيضاً تأثير مهم على أجسامنا، والتي ربما يكون الصيام سبباً له. ربما يقوم بتفعيل عملية مهمة تنظف وتدور المخلفات في خلايانا، وتساعدنا على العيش لمدة أطول. تجرى دراسات رائدة عن المكاسب الصحية للصيام هنا في أستراليا. جئت لأقابل عضواً من مجموعة العقول التي أثق بها، لويجي فونتانا. اكتشف دليلاً عن أن الكثير من الأمراض المتعلقة بنمطية الحياة التي نعيشها تسببها عمليات خلوية يمكن التحكم بها عن طريق كمية تناول الطعام. باستخدام هذه السيارة الخارقة بأسطواناتها الثماني، سيعرض كيف تعمل الخلايا في أجسامنا بسرعتين مختلفتين. الأولى هي عندما نزود أجسامنا بالوقود، شيء يسميه العلماء بالتسارع الخلوي. هذا نوع من التشبيه لما يحدث في أجسامنا. أجل، بالضبط، أترين؟ عندما يكون هناك الكثير من الوقود، الكثير من الطعام، تعمل أجسامنا بسرعة كبيرة. إذن فأنت تشعر بخير عندما يكون التمثيل الغذائي سريعاً، فهمت ذلك. عندما نعمل بسرعة كبيرة ننتج الكثير من المخلفات، لذا فخلايانا تنقسم ولكنها تخلق أخطاء تدهور صحة أجسامنا، ونحن لا نريد البقاء دائماً في هذه الحالة السريعة. سينفد وقودنا ونستهلك العجلات والمكابح. هل تعرفين كم أستهلك من العجلات بسبب هذه الانعطافات السريعة؟ ولكن ماذا يحدث عندما نصوم ويصبح وقودنا قليلاً؟ تماماً مثل هذه السيارة ذات الأسطوانات الثماني، تغير خلايانا نمط عملها. لا أصدق! وتأخذ استراحة. وهنا تبدأ أجسامنا تطلب مساعدة عمال الصيانة الخاصة بها لإزالة المخلفات والبدء بعملية الإصلاح الخلوية. نسمي ذلك عملية الالتهام الذاتي. باستخدام تلك الحيل الغذائية نستطيع أن نعيد تشغيل الالتهام الذاتي والإصلاحات، نبقي خلايانا أصغر عمراً ونتخلص من النفايات. أنت بذلك تنظفين خلاياك وهذا جيد. ربما تكون طريقة لتجنب الأمراض وحتى تأخير الشيخوخة. أجل، علينا فعل ذلك بأجسامنا أيضاً، ولكنني أريد معرفة المزيد حول الدليل. أخبرني المزيد عن بحثك يا لويجي. كيف لنا أن نتأكد أن هذا يحدث عند البشر؟ كيف نستطيع قياسه عند البشر؟ وكيف نعرف أنه يحدث؟ وما هو النظام الأفضل لجعل هذه العملية هي الأمثل لأجسامنا؟ أنا أدرس تقليل السعرات الحرارية على جسم الإنسان منذ 20 عاماً. لماذا تقليل السعرات الحرارية؟ لأنها أقوى، تدخل لدى الحيوانات من أجل زيادة معدل الحياة وتحسين الصحة. تعيش الحيوانات أطول بنسبة 50%، متمتعة بصحة رائعة. العديد من أمراض الجهاز الدوراني لا تصيبها، ونرى أن تقليل السعرات الحرارية يزيد عملية الالتهام الذاتي وبروتينات تصحيح حمض الدي ان ايه. ولكن ما زال لويجي يعمل على موضوع أفضل استراتيجية صيام يمكن أن تطلق عملية الالتهام الذاتي، وربما تكون مختلفة عند كل منا.
ما زلنا ندرس ما هو التدخل الأفضل، ونحاول تطوير المؤشرات الحيوية التي نستطيع قياسها عند الناس كي نستطيع تحديد التدخلات الأفضل، لأننا لا نعرفها بدقة الآن. لذا فما ينجح معي لن ينجح معك لأننا مختلفان. لذا فما زلنا نعمل على هذا الأمر، وأعتقد أن على الناس أن ينتبهوا إلى ما يفعلون من دون تدخلات شديدة. إذن فالصيام لفترة طويلة ليس جيداً أيضاً. لا، بالضبط، من الممكن أنه يفكك الخلايا العضلية. هناك دراسات لم ننشرها بعد، حيث شاهدنا زيادة في خمائر الكبد وزيادة في تضخمها عندما يصوم الناس وقتاً طويلاً. أجل، لأنك تضغط على جسدك كثيراً. أجل، تضغطين على جسدك. بعض الأشخاص يعتقدون أن الشيء إذا كان جيداً فالمزيد منه بالضبط سيكون أفضل. إذن بما أن الدراسات العلمية لا تزال أولية، فكرة أنه يوماً ما سيكون لدينا علاج بصيام مخصص لكل منا من أجل تصحيح أجسامنا هي فكرة مثيرة جداً. حتى الآن قاومت تناول الجبنة واللحم والبسكويت والوافل. ما الذي ستختارينه أمي؟ أتفكرين بالباذنجان؟ إنه طبق كاري لذيذ تصنعه والدتي، لذا فأنا متحمسة لصنعه في هذا الأسبوع. ليلة الأحد موعدنا معا، سنخرج معا لتناول العشاء. ما الذي سنختاره؟ الطعام. طعام صحي. التزم المتطوعون لدينا بنظام صيام متقطع منذ 6 أسابيع. جميعهم أرادوا القيام بما يلزم بشكل عاجل من أجل تحسين حالاتهم الصحية. قمت اليوم بجمع متطوعين إلى جانب مجموعة الخبراء الذين أثق بهم، وسأكشف النتائج ونرى ما تغير وما لم يتغير. وفي نهاية الأمر أود رؤية إن كان الصيام قد أفادهم. اطلعنا بشكل مفصل على نتائج تحليلات الدم لديهم والتكوين الجسدي وميكروباتهم كي يكون لدينا فهم أفضل عن تأثير الصيام المتقطع على أجسامهم. هل نجح الأمر إذن؟ مرحباً بكما، تبدوان جميلتين، كيف تشعران؟ بخير. أجل، لا تتوتري، أحس أنك متوترة جداً. أنا كذلك. عندما قابلنا رينوكا المرة الأولى كانت في مواجهة تاريخ عائلتها في مرض السكري وأمراض القلب. هل ساعدها صيام الساعات 16 على فقدان الوزن وتجنب الذهاب في المسار نفسه؟ لدينا شيء نريك إياه هنا، تستطيع مساعدتي يا ري. كنت نادلة أقدم الطعام بالأطباق الفضية، أنا أستعيد الذكريات. يا إلهي، هذا هو ما خسرته من دهون يا رين. أمسكي بهذا، هذا ما خسرته من دهون الجسم. أمر لا يصدق. خسرت رينوكا 2.3 كيلوغرام من دهون الجسم، وخفضت مستويات الدهون الحشوية حول أعضائها الداخلية. حقيقة أنك خسرت هذا القدر. هذا ما أفكر به. لقد قللت من خطورة الإصابة بداء السكري من النوع الثاني وكذلك مشاكل الجهاز الدوراني. مرحباً. في الحقيقة فقد جميع المتطوعين الوزن بعد 6 أسابيع من الصيام، وكان كيفن نجم البرنامج. فلنتحدث عنك يا كيف. هل نحتاج إلى ذلك؟ لقد خسرت وزناً كبيراً، خسرت 8.5 كيلوغرام، ونستطيع رؤية ذلك. هل اشتريت بنطالاً جديداً اليوم؟ هل تضع حزاماً؟ أنا أرتدي الأحزمة. لقد رأيت الشريط وأنت ترتدي بنطالك القصير. أعتقد أني خسرت 3 مقاسات في حزامي. هذا مؤثر. على الرغم من أنها نتيجة رائعة، إلا أن هناك سبباً يدعو للقلق. أكثر من نصف الوزن الذي خسره كيفن جاء من كتلته العضلية، معظمه من العضلات. لقد خسرت 5.7 كيلوغرام. لا تريد أن تخسر الأنسجة النشطة في التمثيل الغذائي لأنها هي التي تحرق السعرات الحرارية. عليك المحافظة عليها لتستمر في تناول الطعام، وإلا فعليك أن تتناول كمية أقل وأقل وستخسر عضلاتك أكثر فأكثر.
في واقع الأمر خسر جميع المشتركين جزءاً من العضلات، وهذا أمر مقلق لأن العضلات مهمة بأن تبقى بصحة جيدة عند التقدم في السن. لذا فانطلاقاً من كيفن وأي شخص يريد الصيام عليه التأكد من ممارسة التمارين الرياضية. والآن بعد أن عرفتم أنكم وصلتم إلى نتيجة ما، فالخطوة التالية هي البدء بممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم. أحد الأهداف الرئيسية لهذه التجربة هو أن نرى إن كان الصيام قد حسن التمثيل الغذائي وكانت النتائج غير متوقعة. هناك بعض القصص التي لا تصدق، مثل فانيسا. لقد حاولت جهدي حقاً وأردت أن أقوم بشيء جيد من أجل نفسي. كانت حياة فانيسا عبارة عن اندفاع في السكر، ما كان يرفع نسبة الدهون الثلاثية في دمها ويضيف دهوناً حشوية حول أعضائها الحيوية. خسرت 6 كيلوغرامات خلال 6 أسابيع، لابد أنك سعيدة. أجل جداً. تهانينا، كان جهداً رائعاً. التغيير الكبير كان هبوط مستوى الدهون الثلاثية من 2.6 إلى 1.5، وأعتقد أن ذلك يظهر لنا تحسينك لنوعية طعامك أيضاً. إنه السكر، لقد توقفت عن تناول السكريات. كان للصيام أيضاً تأثير إيجابي على مزاج فانيسا. لاحظت اختلافاً كبيراً في تقلبات المزاج مقارنة به حينما كنت أتناول السكريات. كنت أشعر بأنني بخير في تلك اللحظة، ولكن بعد ذلك أكون بحالة مريعة. أنا أحس بالتأكيد أنني بحالة مزاجية رائعة، وأحس بصفاء ذهني كبير. ولكن بالنسبة للآخرين مثل جولي، ما زالت التجربة قائمة. لم يكن هناك تغيير كبير في دهونك الحشوية، تلك الدهون الداخلية حول أحشائك، ولكنها لم تكن بذلك السوء منذ البداية. خاب ظني بكمية الدهون التي خسرتها، خاصة بالجهد الذي كنت أبذله في أيام تناولي ل500 سعرة حرارية في اليوم. كانت أياماً عصيبة. وللأسف فاتباع نظام الصيام 2 في الأسبوع لم يخفف من أثر التعب جراء عملها في ورديات. بعض الأشخاص يقولون إنهم يشعرون بشيء مختلف، ربما أن تكوني متحفزة أكثر أو بتركيز أفضل. هل لاحظت أياً من هذه التأثيرات الدماغية؟ لا، لم ألاحظ ذلك. لم أشعر بأي فرق أثناء أيام الصيام. جولي غير واثقة من أن الصيام هو الحل الصحيح بالنسبة لها. ما زلت أعتقد أن الأمر استحق الجهد المبذول. عليك الاستمرار بالمحاولة لتجد ما هو الشيء الصحيح بالنسبة لك، ولكن أتساءل الآن فيما إن كان ذلك الحل بالنسبة إلي. ادعاء آخر كنا نريد دراسته، ألا وهو تأثير الصيام على صحة الأمعاء وميكروباتها. ولكن في هذه الحالة لم يظهر أي من المشتركين تغيراً حقيقياً، حتى رينوكا التي بذلت جهداً كبيراً من أجل زيادة تنوع ميكروباتها. لم تكن هناك تغييرات كبيرة. أعتقد أن بعض التغييرات قد حدثت في بعض الأصناف، ولكن بالمحصلة بقيت الأنواع الميكروبية كما كانت. وأعتقد أن الحكم واضح في هذه القضية، فنحن لا نعرف كيف تتغير الميكروبات في البشر تحديداً عندما نصوم، ولا نعرف حتى كيف تتغير مع تغير النظام الغذائي. على الرغم من النتائج المختلطة، ثمة شخص واحد يمثل بالنسبة لي وعود الصيام. هذا الشخص هو سام. أتمنى حدوث معجزة اليوم. استطاعت التغلب على رحلة شاقة جداً خلال تجربتي، واكتشفت طريقة جديدة لتناول الطعام. لقد خسرت بعض الوزن، 3.5 كيلوغرامات، منها 1.4 كيلوغرام من الدهون. هذا جيد حقاً. ما رأيناه وكان جيداً جداً في الواقع هو تحسن تمثيلك الغذائي بصورة كبيرة. انخفض معدل الإنسولين أثناء الصيام من 19 إلى 11، وأيضاً انخفض مستوى الجلوكوز في دمك أثناء الصيام من 5.6 إلى 5.1، وهو معدل طبيعي الآن. هذا التحسن يعني أنها خفضت مستوى خطورة إصابتها بداء السكري من النوع الثاني. شيء ما طبيعي. أنت طبيعية. أخبرتك بأنك ستكونين كذلك بعد 20 عاماً. أعتقد أن تلك رسالة قوية جداً لأنها لم تخسر الكثير من الوزن، ولكنك شاهدت هذا التحسن الكبير في التمثيل الغذائي، لذا فنحن نعرف أن سكر الدم سينخفض مع انخفاض وزن الجسم. الخبر الجيد بالنسبة لكما هو أنني عندما قابلتكما المرة الأولى كنتما تسيران في طريق داء السكري من النوع الثاني، والآن لديكما الإمكانية في عودة أدراجكما وتصحيح مساركما والسير في طريق آخر.
عموماً، أظهر مشتركون أن الصيام سواء أكان لمدة 16 ساعة أو ليومين في الأسبوع يمكن أن يكون مفيداً للصحة، ولكن لديه بعض المحاذير. إنه ليس المسار الصحيح لفقدان الوزن للجميع. أستطيع القول بالمجمل إن الصيام هو خيار للناس، هل نستطيع الاتفاق على ذلك؟ وإنه ليس الخيار الصحيح للجميع، ولا تتوقع نتائج مذهلة. لقد علقت كلماتك برأسي في الحقيقة يا لويجي، وهي أننا لا نعلم ما هو النظام أو البرنامج الأمثل، وأنه ربما يختلف مع اختلاف الأشخاص. يستطيع المرء أن يجادل في أن الصيام ليس ما يسبب الاستفادة، بل تحسين نوعية الطعام. الصيام هو أداة لجعلكم تفعلون ذلك بأسهل طريقة، عوضاً عن طريقة إنقاص السعرات الحرارية اليومية بشكل مرض. وكأنه علاج أخلاقي جماعي تقدم الناس إلى فكرة الشعور بالجوع وتغيير ذلك مع مرور الوقت، وهذا شيء رائع. تحسين النظام الغذائي وتخفيض الوجبات الخفيفة وزيادة التمارين الرياضية وعيش نمط حياة أفضل، هذا ما ينفع حقاً. في النهاية عليك اختيار مسار تناول الطعام الصحي الذي ينفعك بشكل شخصي. لقد تفاجأت من كمية الدهون التي خسرتها. كانت تجربة إيجابية حقاً، لقد استمتعت بها، أعرف أنني تذمرت كثيراً.